سيدة العمدة، الصراعات الغبلية في دارفور والنزاعات اللي بقت أخيرا دي أسباب شنو؟ والله أسباب يمكن الأرض، إحنا ما ناس أرض، وفي ناس تانين دايرين الأرض، والأرض ما عليهم أرض تاريخيا حقتنا، وهذا الأسباب. طيب حل المشاكل دي بكون كيف؟ والله حل المشاكل دي لازم تحل الدولة، نحن ما في طريق لحل. نعم. انت رؤيتك شنو يا استاذ جمال لحل المشاكل القبليه اللي بتحصل دي وعطلت، هي اللي عطلت التنميه في دارفور، خلت انه يكون ما في مستشفى وما في الخدمات اللي انت بتطلبها. انتوا كشباب دوركم شنو في حل المشاكل؟ دورنا احنا كشباب نطالبوا من الجهات الاعلى، طالبوا من الحكومه اول حاجه تضبط الامن، وبعد ذاك يعود الشراتي والعماد والنظار يقعدوا تعيد في مشاكل بسيطه، مسائل حواكير واي حاجه، الشغل ده مخطط جاهز بورق معروف، بعد ذاك يشوفوا الغلطان منه. مساله الحواكير دي يا سيد العمده، يعني انت ما حاسس بانه يعني تمسك الناس الشديد في دارفور بقضيه الحواكير دي هي السبب في الصراعات دي وحتكون مستمره كده؟ نعم، احنا ما لنا مشكله، احنا نتعايش مع اي انسان ونقبل اي بشر في الارض نتعايش معه، لكن الغير مو ما بيقبل، الغير ما بيقبل. نعم استاذ جمال، لاحظنا انه يعني بعد اتفاقيه السلام وبعد يعني سقوط النظام البائد اللي كانوا بيحملوا مسؤوليه كل الصراعات في دارفور انه هو عمل فتنه وكده وسلح المجموعات، الكلام الكثير اللي بيتقال في الاعلام اللي انت سامعه الان، السبب اللي بيخلي يكون في صراعات قبليه شنو؟ والله استاذ الصراعات القبليه طبعا ما هو معروفه لكل، نعم معروفه لكل الناس، والكلام ده اصلا هو اصلا بيطرح نفسه، لانه كنا شايفين في دارفور كان زمان في صراع قبلي وفي صراع مع الحكومه، كانت حركات ونزحت برا، وبعد ذاك جات الحركات باسلحتها وبكل معداتها، الحكومه جابتها خششتها لنا في الولايات، كان المناطق دي ترعوها دي كلها كانت سكان ناس قاعدين معانا، نحن زغاوة فور اي قبيلة قاعدين معانا، ما في زول نزح وما في زول شاكل زول، قاعدين نشرب دونكينا واحد، قاعدين سوقنا واحد، مستشفانا واحد، يوم ما الحركات دي جات خلاص الناس اتغيرت، وتغيرت كل المناهج، تقولوا شفتوا الصراع كان شهادة المنطقة، كل العالم شافته قبل الفترة الفاتت. أيوة. صراع دمي ايوه، ماتوا فوق العشرات وللعشرينات الناس، ونسأل الله الصراع وقف، لكن ما زال الان عليكم السلام، ما زال الان يعني احنا ما من امن كله حتى الشيف ندب ما من امنهم ثاني نهايه. نعم، لكن منطالب من الحكومه هي توفر لنا الامن، دايرين الامن اول حاجه كده، الامن زول يساعد من هنا للفاشر كان يبيت في زمزم، يبيت في الشارع ما في حد يساله. نعم السيد العمدة، أمنياتكم للمستقبل شنو؟ والله أمنياتنا احنا أمنياتنا دايرين أو نعيشوا وأولادنا يتعلموا وأمنينا يستتب شكرا. أمنياتكم شنو أستاذ جمال للمستقبل؟ أمنياتنا للمستقبل دايرين أولا حاجة، أنا أكثر كثير بميل للأمن أول حاجة كدايرين الأمن، بعد ذاك دايرين التعليم، هسه المدرسة قاعدة شغالة ما شغالة، مدرسة فيها ما في تعليم، هسه التعليم وقف تماما، من المشكلة دي وجدان التعليم ده وقف لنا نهاية. نعم. ما في تعليم. شكرا العمدة يوسف شايبو، وشكرا الأستاذ جمال أكيد. شكرا لك، شكرا. أمنيات المواطنين في شمال دارفور هي الأمن والخدمات الأساسية، إلى أن نلتقي في أمنيات أخرى.